وليس بعيدا عن الوضع المعيشي في بلد، فإن أهل تكريت لا يتوافدون على المحل التجارية في العيد بسبب الزيادة الكبيرة في الأسعار، ما أفقد الأسر ذات الدخل المحدود فرحة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك. الزميلة سيل نوري تابعت هذه الحالة في هذا التقرير. مرت فرحة العيد بغصة على السيد ماجد وعائلته الكبيرة نتيجة للارتفاع الكبير الذي تشهده الأسواق في أسعار الملابس وبقية مستلزمات العيد، فهو لا يملك مصدر رزق يسد به رمق عائلته سوى ما تمنحه له المنظمات الخيرية من إعانات. حالة ماجد يعيشها الآلاف من المواطنين متأثرين بارتفاع الدولار وغياب الدعم الحكومي عنهم، مما أدخلهم بصعوبات اقتصادية تظهر جليا في مواسم الأعياد والمناسبات. اليوم اجينا وبهاي اجواء العيد ان شاء الله عم الخير والسلام على كل أمة محمد. بالنسبة اجيت اليوم نشوف الأسعار كلش غالية، نتمنى اكو دعم من الحكومة مراعاة المواطن حتى يقدر يسوق الأطفال بمناسبة العيد. وانا بالنسبه لي كاسب ما عندي اي راتب، واتمنى من الدوله يعني تدعمنا، وعندي 8 اطفال لازم كلهم اسوق لهم، ونشوف الاسعار كلش غاليه. تقريبا 3 4 انا اللي اشتريتهم لحد الان، وبقوا عندي نوب 4، زين دول مين راح اشتري لهم؟ قابل اخذ الاربعه واخلي الاربعه؟ فاتمنى احنا مو كل اعتمادنا على المنظمات، احنا اعتمادنا على الحكومه. المفروض الحكومة تنزل الدولار وتخلي العالم هاي العوائل تفرح تقدر تتسوق براحتها. ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق ولد حالة من الركود، وتجار أكدوا أن الحركة التجارية هي الأقل منذ أعوام. صارت عندنا قلة بحركة السوق بسبب رفع الدولار، الأسعار صعدت، البضاعة صعدت، الغذائية كلها صعدت، صارت عندنا نقصات، الرواتب ظلت نفسها، فما حد قام يقدر يشتري ملابس وغذائية بسبب الدولار. دولار غالي، بضاعة عندنا غالية، هي البضاعة صارت غالية، الراتب ظل نفسه، فصارت المعيشة صعبة، السوق قل، الوضعية كلها قلت، كل شيء مختلف بالسوق حاليا. احنا كصاحبين مجمع وعمال مجمع نشوف ركود قوي عندنا بالسوق، وقلة بالزبائن كثرة مو طبيعية. هذا العيد مو مثل باقي الأعياد السابقة حقيقة، شوي ارتفاع الاسعار والموضوع شحه المواد الاوليه الاساسيه، يعني لان محافظتنا شوي تعاني موضوع مثلا من باقي عن دخول المواد من المحافظات المجاوره، يعني رغم انه دخول الانتاج المحلي العراقي بس اكو مواد اوليه هي صعبت علينا جدا دخولها لنا. تاثير الاسعار سواء اختلاف بالتوازن والميزانيه الماديه هي حاليا هذا العيد اختلف علينا من باقي الاعياد، كان عندنا اقبال كلش قوي كل عيد، يعني احنا اخر 10 ايام من رمضان نلقى اقبال جدا على موضوع الحلويات واللي نقول عليه مثلا الشوكليت والكليتشة والكيك. هذا الشهر وهاي السنه سبحان الله يعني شويه صار تخلقل لموضوع الميزانيه بسبب ارتفاع الاسعار الغير متوقعه طبعا. بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار واتساع دائرة الفقر، لا تزال البلاد تخلو من قوانين تنصف الفقراء، وتتدارك تداعيات نسبة غلاء المعيشة المتصاعدة مع صعود الأسعار. لقناة صلاح الدين الفضائية، أسيل نوري، تكريت.